السلام عليكم. موضوعنا المرة دي هيبقى من محافظة القاهرة، تحديدا من منطقة الملك. ورود بلاغ لوجود سيدة على جنسية غير مصرية، جنسية افريقية، وجودها جثة متفحمة داخل المنزل بتاعها اللي تقطن فيه في منطقة الملك. الاهالي بلغوا بوجود حريق في العقار السكني المتواجد في منطقة الملك، وبلغوا النجدة ان هم حاولوا ان هم يطفوا الحريق ولكن دون جدوى. بعدها على طول وجدوا جثة السيدة الافريقية دي متواجدة داخل الشقة بتاعتها والمنزل اللي هي بتعيش فيه هي وجوزها وولادها. الشرطة على طول جت كردون امني حوالين المكان لمعرفة ملابسات البقعة. التالي اللي احنا هنقول عليه، كاميرات المراقبة فرغت الكاميرات اللي موجودة كلها وبينت وجود دخول شخص معين صديق الزوج بحكم ان هو بنفس الجنسية بتاعته. صديق جوزها بيدخل على طول عنده، ولكن دايما بيدخل في وجود الزوج. المرة دي كاميرات المراقبة بينت دخول الصديق ده في وقت معين الزوج واولاده ما كانوش متواجدين في الشقة. من هنا بدأت خيوط الجريمة، او من هنا بدأت الموضوع وملابساته من مباحث تفكه. عرفت ان الراجل ده دخل العمارة السكنية في الوقت المعين قبل حدوث الجريمة، ونزل بعدها على طول بعدد قليل من الدقايق. الشرطة مسكته، تحية شكر لرئيس المباحث اللي فك اللغز في خلال دقايق صغيرة. ولكن التحريات أكدت وجود الشخص ده. هنا بقى بعد ما مسكوا الشخص ده كانت الاعترافات شوية غريبة. طيب الاعترافات من الجاني كانت كالآتي، ان هو دايما معتاد الزيارة لصديقه في المنزل. زي ما قلنا هو جنسية غينية من غينيا، وبحكم ان هما من نفس المكان من نفس البلد وعايشين في منطقة المرج كلهم، فالتردد عليهم كان بصفة مستمرة ودايما، ولكن كان في وجود الزوج. المرة الأخيرة اللي دخل فيها الجاني اللي قال كالتالي، قال أنا دخلت بحجة إن الزوج متواجد جوه المكان أو جوه البيت، ولكن فوجئت بعدم وجوده في داخل المنزل. في الوقت ده حاولت إن أنا أنزل، ولكن زوجته أرغمتني على ممارسة العلاقة الغير شرعية معي. دي رقم واحد. طيب زوجة صديقه أرغمته على ممارسة العلاقة الغير شرعية معاه، ولكن إن هو رفض على حد كلامه. هو بيقول إن هو رفض العلاقة دي وزقها. بمجرد إن هو زقها وقعت اتصدمت على رأسها بالأرض. ماسكتش. برضو على اعترافاته بيقول إن هو نزل على طول ومسكها من رقبتها لأن هي كانت بتعارضه وبشدة، حسسني إن هي عايزة تغتصبه. المهم قال بعدها على طول أقل من دية كانت مطلعة الروح وتوفت في الحال. كل ده علشان أجبرته على ممارسة العلاقة الغير شرعية ولكنها لم تنفذ من قبل صديق زوجها، واعترف بالاعترافات دي كلها. قال بعدها على طول بعد ما حسيت إن هي توفت معرفتش أعمل إيه. كل اللي عملته إن أنا بعصرت محتويات الشقة كلها وولعت في الشقة النار علشان أعمل زي ما بيقولوا كده تمويه على معالم الجريمة، كأن حصل حريق وهي توفت في الحريق ده. بالفعل ولع في الشقة كلها، والست كانت متواجدة في الوقت ده ميتة داخل شقتها. المهم ولع في النار ودلع في الشقة والشقة كلها ولعت. دقايق صغيرة وأهالي المرج اللي معروفين عليهم بجدعنتهم شافوا الدخان بيطلع من الشقة القاطن فيها الراجل الغيني هو ومراته وأولاده. على طول حاولوا ان هم يطلعوا ويطفوا الحريقة، وعرفوا بالفعل ان هم يطفوها، ولكن كانت النار أكلت جزء كبير من الشقة وكذلك الجثة اللي كانت متواجدة في المكان. المباحث على طول أخدت الجثة وودتها المشرحة اللي طلبت بتشريح الجثة علشان تعرف أسباب وقوع الجريمة كانت شكلها إيه، علشان يتأكدوا من كل فك التلاصم الجريمة. المهم
الطب الشرعي قال كلمته، قال ان هي بالفعل اتخنقت وفي اصابات متواجده في جسمها في كل انحاء جسمها، يعني في مقاومه ما بينها وما بين الجاني. ده كان كلمه الطب الشرعي. وبعدها على طول النيابه اذنت ان هي تطلع الجثه وتدفن في المدفن الخاص بيهم او ترجع بلدهم. المهم رئيس المباحث زي ما قلنا في خلال دقايق بعد معاينه الكاميرات كان جايب الموضوع من اوله لاخره، وكان ماسك الشخص الجاني اللي اعترف بالاعترافات دي كلها. الغريب في اعترافاته ان هو قال ان هي عايزه تغتصبه او ان هي اجبرته على ممارسه علاقه غير شرعيه معاه وهو رفض، زقها، خنقها، موتها، حرق الشقه، بهدل الدنيا كلها. ده كانت اعترافاته. بصراحه الاعترافات مش داخله بصراحه الدماغ. صديقك هتفوت عليه في البيت، البديهي اللي يحصل في حاجه زي كده اللي انت ترفع سماعه التليفون وتكلمه، انت موجود في البيت ولا لا؟ دي رقم واحد. رقم اتنين، حتى ولو كانت بتجبرك على ممارسه العلاقه الغير شرعيه معاها في الوقت ده، تزقها وتطلع تجري، ولكن تزقها وتبرك عليها وتخنقها وتموتها، شويه كده الامر مش مقبول في الدماغ. دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه، الطب الشرعي اكد وجود كدمات بالجسم كله. ما اعتقدش ان هي كانت بالقوه والعنفوان ان هي تمسكك وتحاول ان هي تغتصبك وتجبرك على ممارسه العلاقه الغير شرعيه معاك وانت زي البيبي ما تعملش اي حاجه. فروض كتيرة قوي ممكن نفرضها، ولكن اعترافات الجاني كانت بالمنظر اللي احنا قلنا عليه. دي الاعترافات بتاعته. اعتقد في اليومين اللي جايين في كلام كتير قوي هيطلع على الموضوع بتاعة السيدة الغينية او السيدة الافريقية اللي توفت في منطقة المركب. ولكن ملابسات الجريمة كلها زي ما قلنا عليها، الكاميرات بتؤكد وجود الشخص ده اللي هو عمل الموضوع ده وارتكب الجرم واعترف بقتلها، ولكن اعترف باعتراف غريب شوية. النيابة هتاخد بيه او مش هتاخد بيه مش هتفرق كتير، لان هو اعترف بالمجمل بحالة القتل. حالة القتل اللي هتستدعي انها ممكن توصل للاعدام. ولكن اعترافاته الغريبة شوية هي اللي هتشوه السمعة للمستقبل كله لجاي الاسرة دي. طيب زي ما قلنا قبل كده وزي ما بنسمع دايما، صاحبي وصاحبك على القهوة، وما بنقولش اللي احنا نخون الناس، ولكن بنقول كلمة صغيرة نخلي بالنا من كل الناس. صاحبك انتيمك حبيبك، ليه صحاب متجوزين معرفش شكل مراتاتهم لغاية دلوقتي، ولا اعرف شكل اخواتهم البنات لغاية اللحظة اللي احنا عايشين فيها دي. مش بنقول اللي احنا ما بنشوفش، لا، ولكن احنا اتربينا على حاجة معينة، بندخل البيوت عيننا بتبقى تحت ودننا بتبقى مقفولة وبقنا بيبقى عليه بلاستر لغاية لما بنطلع من المكان اللي احنا متواجدين فيه. لا بنسأل ولا بنعرف ولا بنستفسر على حاجات ملناش دعوة بيها. المجمل في الكلام ده كله، حذر ولا تخون، يعني خد حذرك دايما من أقرب الناس ليك، ولكن ما تخونهمش علشان ما يبقاش مبدأك الخيانة في حياتك كلها. كل الشكر لمباحث المرج اللي اكتشفت الموضوع عشان ما يعملش لغط هنا او في الدولة الافريقية. كل الشكر ليهم لحل اللغز في دقائق صغيرة، ولكن يتبقى جزئية صغيرة الا وهي اعترافات الجاني. يا ريت نبقى متأكدين ونعرف كرأي عام ان الراجل ده الست دي حاولت ان هي تغتصبه بالفعل او تعتدي عليه، ولا هو اللي حاول حاجة زي كده. وتشويه السمعة مش هيفرق معاك حاجة، لان كده كده انت معترف بجريمة القتل. السلام عليكم.